بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية على مر الموضوع وحيهي التشبه بالكفار قال هذا إن ليسوا كيسية. أنت أنا بدي أقول إن موضوع هي بنتيسة أن قيحنا محل إلى هذا السوكيسين قال وحويا مماثلة المسلم بالكفار لغير مصلحة معتبرة شرعا. إن الروح مسلم كي السوء كيسية روح قال كأه إسوء وحدة مع مصلحة أو الشرع وقوليها أين كتير إسوء كيسين تاس نوعيك لدوانين إسوء كيسيو عقائد دودي واحد رميسين إسوء كيسيو عبادات كورا سيدة وقتانين إسوء كيسيو عادات كورا إنو سجرا واحد وفيعيهين أما قار كدقن كأخلاقي دعوليهين إسوء كيسيو وحيا واحد قار كيغوا إنه اللي ما دو تاس وحنومرين روح مسلمة وقلب يسرق وما إما كتيرو إنه قال إسوء كيسيو وقلب قداوة كتيرو أنا وضعه الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان روح إلى قلبه إيسى إيمان وكله مر إليك ترى وإيمان له وصدهم تعالى ذا إله الله الله تبعيسور كيسين نهدوه ذاك سعلا حقائك كوة ويردعو حضي دوران خاء هذا سأضطهد صاحب الإيمان قال اسمه يكيسين كرو لكن لو من عاقر قالنا روحه حدو قصد إيهو قص وقصر إيهو إنو هو عن اسمه يكيسيو وقصد كتري وفقل كاقراض يسمين عمرقن كاقراض يسمين يعني وحو يرعى جبلين إيهو وحوين المسلية مراعا لنا وكان البحثيهين سيناس موجودين يبقي الدول بار مسألة أسوحي كريسة مسألة الموالاة بالكفار قالني أو حرين على قلية لطي وحانا خطرة إني عبيدة قشوعه روحا شكل قلية إسلامي مليسة إلهي سبحانه وتعالى وبره لا تتقي اليهود والنصارى أولياء بعضهم بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم أولياء حضر مريم أولياء كويا روح أكاك على هيسطو على هيسطو وتعشى هيسطو أولا ما ينعرفوا لغطو سيئا يفكر ينعرفوا كرتو وكوة سيئا حقا إسوعة وقرب إسوعة يهضر أبو مؤمن تاكوة أولوان وكسائر أخذوا ومن يتولهم فإنهم من في ملتهم سيدوا إنه جميل الطبر يكوفا سري نكي كيور دين تقواص قالت عيل غسوا عضي فإنه منهم إياه كمديا أي في ملتهم بكمديا دين تهو كمديا. طيب إذا هو عدو قصد إياه وقص إياه يعني جعل وجعل هناك أقل كورا وصمين إياه وحكينا سأل مسألة الموالات إن أتقارب حين كورا أعطيب هذا الشر أما هو عدوسا قصر أسرين وعوش عيكاد عليهم وعوش الإسلام قال عرفو دانتين لكن وإيجا لو يقيني ولي ما يقول إنسوا فئر كورا قصدين إنو قال كغدا يدو روح أسعود ردار بوليه فئر كورا كغدا يقع فئر كورا سمين يدو وأقل إيا أخلاق له يقال مقاله لكن ما كويسه سوين أيوه هو سوين أيوه قال كغطة أيوه أما إسه هو إني أرسل أساقيم المدن روحاس والرؤد الدرية
sida ruuxa jaahilka ah ama saliga ah ama la qasbay ama khaldaray ama xiluso sharciyan ugu cudurdaray waa loo cudurdaray laakiin hadduu qasab usameeya runtuu khatar ma gelaysaa intaa wax kaga soo baxo xugumahaan ruuxa u qasta inuu gaalka gaalaba ku daday iyo ruuxaan u qastay xugugood soo kale yahay aanu soo gubogudbo diinteenu maxay ka qabtaa altashabu bilkufaar ruuxa ilaahay kitaabkiisa fiiriya sunnada nabigana sal allahu caleyh waali wasalam in badan ruuxa sica ruuxa ugu soo baxaysa inuu sharcigeennu meel adag ka istaagay in la isu ekeysiiyo gaalada waxaan ogan doonaa qaababka iyo subarka laysaga ekeysiiyo hadda gaalada meel adag ba diinteenu ka istaagtay ilaahi subxaanahu watacaala isaga oo la hadlaya laba nabi oo qiimo badan oo ah muuse iyo haaruun calayhim assalaam yaa raule faistaqiima toosnaada ko walaa tattabicaan min sabiila aladiina laa yaclamuun hana raacina kuwa magaradka ah ee gaalada ah wadadooda ha raacina ibnu jariir qabari imaam almufasirin mufasir wuxuu yihi xaqaadina wadada kuwa jaahiliinta ah ee xaqa si dhab a uga lexay wadadooda ha qaadina innaguna sidaasaan amro nahay markii la nabi waaye muusa waa kii laysa wala waxka hareeri wa qaala muusa liaqiya ruuxa kufni fii qowmi wa aslix walaa tattabic sabiila almufsidiin walaa tattabic sabiila almufsidiin ha raacin dadka wax fasaadiya wadooda raacin adduunka fasaad ka weyn oo gaal ka weyn bala jirada wax adduunka lagu fasaadiyo oo shirki ka weyn ma uu jiro ruuxa markaa muslimka ah waxaa maqlab ah inuu sharaf iyo cizi iyo qiimo ku laalaado mabda uu rumaysan yahay ilaahay wuxuu suuradda aan maalintii intaasoo jira ku dugano tabriiqa waa ku tugano in badan waxaan ku soo celcelinaa ihdina siraata almustaqiim ilaahu nagu hanuuni wadada toosan wadada qur-aanka allah nagu hanuuni wadada qur-aanka allah nagu hanuuni oo wadada ayaa qaaday siraata aladiina ancamta calayhim wadadii kuwii aada u barwaaqaysay waman hum waman yuti illaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa kuwa loo nicmeeyey ee wadadaa qiimaha badan qaaday ee wadada hun ka leexday waa kuwa aayaddaa suurada lagu sheegilaya waman yuti illaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim ancamta calayhim soo suurada ku jir aladiina ancama allah oo ilaahay ka baryada inuu wadadooda nagu hanuuniyo waa kuwe min alnabiyiin jamiica alnabiyiin wahum cala siraati almustaqiim wadada toosana ku sugan yihin sidiiqiinta abubakr iyo antaasha waa hambeeda kala dhacday dadka shuhadaada ummadda geeri ahaan kuwa ugu fadli badan ah iyo guud ahaan saalixiinta iyo dadka wanaagsan wadadooda allah nagu hanuuni kuwaas wadadooda wuxuu kuwaan umana saaxiibo wanaagsan iyo meel wanaagsan uu maray macnaa dalika ayadda waxaa ku fahmaysaa wadadaan ruuxaan qaadin oo meel kale u leexda wado xunoo maal gaarsiina soo qaaday ninkii soo ekeysiiye gaal wax mooda ku dayda wuxuu qaaday wadadaa kuwa linameeya wado aan ahayn oo ah taagilaal ka mageen oo ah ancamtu calayhim gayri lmarduubi calayhim waladaaliin almarduubu calayhim alyahuud waadaaluuna hum alnasaara kuwa ilaahay loo caruuday ee wadada xaqaa ka leexday waa yahuud kuwa wadada ka lumina waa kristan labadaba laba gocoo waxay kala qaadeen khaldan qola diin bay barteen oo waa yahuudu aqoon bay yeesheen laakiin aqoonta ilaahay kuma aysan dhaqan nin kastoo ummaddan ka mido intuu diinta iyo sharciga islaamka barta aan dhaqankiisa la imanina yahuud buu u soo celiya u qaadan yahay macnaa culimadu soo celceed ruuxii
isagoo aqoontiineed leh aan aqoontiisii deeneed ku dhaqmin wuxuu la tusaale yahay waa yuhuud ruuxa isagoo aqoon lahaydaa diinbaa ka shaqeeda oo diinbaa sheega ama diinbaa ku dhaqmina waa daalina oo kuuba iyagoo haddii waa darool awaaruhu gaaray kaxeeye isagoo darool ahayn wadaqala inuu qaar aan wax lagu helay shaki male idan ilaahi subxaana watacaala wuxuu ina amray inaan ilaahay weydiisano wadada toosan in lagu hanuuniyo oo uu naga leexiyo labadaa qoroobada oo yahuud iyo nasaara walaa tattabic sabiila almufsidiin ilaahay muwaakala wuxuu naga leenahay subxaana watacaala inaan sharcigan ilaahay na siiyo waxaan ahan aan ku dhaqano uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fattabicaha nabigu waxa uu leeyahay yacnii waxaan ku siinay diin iyo sharci aad ku taagantaa toosan kaa isagaa raac fattabica waa arab waa waajib markaa inaan raaco wadadaas nebi maxamed ba caleyh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo ah inaad kitaabka qur-aanka ahaa uu imaamku noqdo sunnada nabigu sala allahu caleyh waali wasalam inay imaamku noqoto suug iyo dhaqankii salafku inuu ku noqdo dhaqan inuu ku noqdo fattabicaha walaa tattabic ahwaa alladiina laa yaclamuun hana raacin waa lagu diiday ruuxa ku alaya ahad ku alaya maaha taarikhiya maaha jugraisila maaha saynisyahana ma aha cirjibna ma aha innahu allah waa kiisina ku abuuray ee qaarka kuu dhisaba wuxuu ku leeyahay walaa tattabic ahwaa alladiina laa yaclamuun maxaa kugu jira markaa markii lagu leeyahaa raacin hawada iyo waxay naftoodu doonto kuwa aan wax garanaynin waxgaran la-aanta dadka ugu tilmaan waakee waa dadka aan diin aqoonin baa wuxuu ilaahay ku tilmaamay inay kuwa wax aan garanayn idan kuwa diin aan aqoonin ee khayr aqoonin ee shar iyo khayr aan u kala soconayn wadadooda raan haddii aad racsoodaa ood khaldato innahum lan yugna canka min allahi shay-a waina adaalimiina bacduhum awliyaau bacdin wallahu waliy lmuttaqiin ilaahi subxaana watacala wuxuu yihi haddaad diddoonkaa soo maca oo wadada raaci weydo oo kuwa raacdo waa xoogkaas kuma tali doonaan innahum lan yugna canka min allahi shay-a ilaahay xoogka kuma talayaa ilaahay hortiisa waxa waxa kuu tari ee haddaa ku badbaadin ma aha ku deesho ummado adiga dagaal ku jira jira ee waxaa rabbi hortiisa ku badbaadin waxaa weeyaa kitaabka iyo sunnada oo dhaqanka dhigata bas iyo qalbi salima oo ilaahay waa toogta subxaana wa tacaala markaasu ilaahay wuxuu yihi wa ina adaalimiina bacdum waliya bacdan kuwa daalimiinta ah nocdoon wadoomigaasi ha aho qaarkood baa qaarka waxay u yihiin xigaal iyo waxay suqabad oo anaga ila warhayaan maa wallahu waliy lmuttaqiin adisoo mutaqnatsoolekaase ilaahay baa adigana weliku ku ah ilaahay baa garab ku ah marka ilaahay wuxuu leeyahy wain tabacta ahwaahum min bacdi ma jaaka min alcilmi innaka idan min aldaalimiin haddii aad gaado hawadooda iyo waxa iyagu ku qurxiyeen oo intii aqoon iyo cilmi uu ku yimid ee diin kuu timid kadib aad gaado wadadooda gaado haddee daalimiintaad ka mintahay la soco ayib kuwaas macnaha waxa weyaan ridooda ha qalbin lianaka maraa noqonayaan abadan wax kasta ood samayso tanaasul kasta ood samayso isogeysiin kasta ood samayso isbiinbiin kasta ood gaal u samayso waxaa kuwataala walan tarda canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum abadan kaama raalin noqonaya labadaa qoro wax kasta ood damacsanaan ood samayso si kasta ood isu ergeysiiso si kasta ood isu beenbiso fanaano inkaad igamaa walan tarda canka alyahuud wala nasaara xataa tattabica millatahum ilaa aad raacdii ka mid baan ahow diintiina ka mid ahay oo idinkaan idinku tirsanahay oo hili roo walaali kale meelan maliya kaama raalin noqonaya waxaad samaysa waa laga yaabaa inuu cajab geliyo lakiin hadda isuu soo yarkeen ee kisiinaya waa yar cajab gelin lakiin ma yaru dacanka abada laba mawduucoo markaa aad u kalafadobay kala taagan yihiin ahlu liimaan wa ahlu lkufri wa ahlu lkufri laba meelood aad u kalafad baa tagaanahay waxa weeyaan haddayn iyagu kaa raali noqonaynin adiguna weligaa kama raacataa yuminu billahi waxda
سند بالله عن عبد سند كان عن عبد قالوا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وما إن دهر بني عن يسرين أيه وقل يسوع أيه وكان يوحى أبدا قل يسوع أطار بشر وأن متنازلة وأن المبدأ كتنازل قل يسوع أطار بشر وأن له سوي أو يرغينا أو يرغينتم لكن ما هو حوليا قل يا أيها الكافرون أخيار الدهر رده هناك ورسول الله رده قال يهوني وعلى كتر هذا قال يهوني وعلى عبد الزم عبده إذن من أولا عبد الزم أخيرا ما لكم ديوكم اليدين أنا توحيد كان يا الله إذن كنا كفرين يا شركين عبدالهين إذن ما هو حوليا إن على المكاس هذا يشكل قدن هذا أنت قصة بقول قرآنك يسد النور عليه سنة الموقف كيف يستعطي نبي عليه الصلاة والسلام وحولي له بعث بين يدي الساعة ساعة وكذا رسول صلي نبي محمد سيزالت كاركيس وحكام التعي من علامات القيامة إن نبي محمد رسول صلي صلوات ربي وسلام عليه وحكام التعي من علامات القيامة أنا ساعة الثلاثة أنا رسول صلى الله عليه وسلم بعد بين يد الساعة بالسيف وحالا يسوى صاري إن أنت قالوا إن أنت قالوا يا الله يسوى صاري حتى يعبد الله وحده ولا يشرك له إلا إله الكريم إلا عابده وأن إله الحق ليس مخلوق للو ذاتين حق إله مخلوق للو ذاتين يعبده بريه هذا هو قطر سنة العادة أنا لا سجده ما يا ما يا أنا تتعلقون على إله سبحانه وتعالى على الناس ترى يا إله سبحانه وتعالى وحياة كونه قدر قليل كإله كونه قدر وحياة كونه قدر رجع كفر إلى قابوك الديمقراطية لله وحياة كونه قدر حركة إيا قوانيتها قوانيك إيا بلا كونه قدر كل يومك كتابك إنتو كافر إيو أعطيك مقرع له مرجع مرد الإسلام كان مطقعي مرجع ولا يفاتون هذا إله ما افتكر إذا فرأيت من اتقل إله ولا وكرا من هو ليس إله كأنت سنة إلهكم سنة أجعل ما يحلني وحي معنا أنا سنة رحمد الله ماذا اتبع لو مرقى الله لعشر يا أيها الذين آمنوا خذوا في السلم كافة ماذا انت ناظرا انت ناظرا ماذا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله يعلم ما تعملون ما يمد عن مبقى أمره إذا لم يكن سيف ما يسقط به إلى إله كي العابد وإلى حق سأحك ورواة وكل إلى رزقه تحت ظل رمحه رزقه لو حوله يرجاك على عليه ومسأله ما تدب إلى روحه كهرباء كهذا مسألة الجهاد وإنه جار إلى قيام الساعة نكي دون حد إذا نكي دون الآية نكي يرنا يرو لكن مع الخير معبود في نواصي الخير إلى قيام الساعة وقائم مراحب بليه وتقوى بيها يتنا إيا وقت إيا غيره هدينة الله وضيه كيماته مصلحة آية قيلة إيا قدك أرشائها يا بينكرا لكن نبو إيه عن الهزق إيه قفل وحالة إيه سيف تواصل إيه ورك وستيسة ومعانا جاره وكان وحقا لما يسو وتقول الدلة والصغار على من خالف أمره دول النبدا يلي دلاتا روح علي إيه روحانا مكاك خلافه إذا محل اللي دانه محاك قاله من موت مالسا محاك دفل مسلمين عطانا دفل هو وصل إيه عمان هاي ومن يهن الله فما له من مكرم نقول لا يقول له اذكر عن سيتوته ملكي مبدع مع كدق ان يقعد في سوقها كيا وما رأينا يقول له وحق الله ترى نحرين وحق قليس ان ما قال من
إلهي سبحانه وتعالى وحنا لو أنت لي ذمني إياه وما إياه حق يبنى إياه ماشا واسي سنة قالنا خيرات في عالم الإسلام اللي اسكار إلا باق إياه إن دولت رمد وروفة واسمه يعني عالم الإسلام أدنك بوه حمل أهوهمك تلي وعالم الإسلام أهي صوره يا وقل يا أفكا بلغة حقات إستعافك آت كل مكان أو ما تدب كتير وعالم الإسلام لأن مكان كفر لأن المبدأ إني إلا يدل لي إياه حمام النصاري وقل يا أفكا خلافة إلا يدل لي صلاة صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على العلم هكذا تقول أنا ذلك نبي محمد أبا كيسة خلافة يا إنا قال ما قلعا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على العلم أن أحذر على أخرى طيب مركز عبدك نبي محمد أبا كيسة هذا بيت القصيد ومن تشبه بقوم فهو منهم رحل الله نكي قرأت سورة كيسية إياه كمد يعني ومن تشبه بقوم فهو منهم حاجة لا بد عيد معي ومن يتولوا فإنه منهم إذا نكي قرأت هنا نكي سورة لجسيبة أو كتب لجسيبة يبقى عشان يحيان نكي مروا عيد ما كده عيسو تجلس كيس تيجي قطع إيش كده تسي جفوك كده بلاه كده تري تما عقول تروح عقول تري هذا ما يعرفين حسب مثله وما تشبه بقوم فهو منهم ما يعرفين حسب مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم بره لا تتبعن سنن من كان قبلكم ولا تكي واحد راعسة أو راعسة أو لغرسة ذلك ذكور الموضوع فولا تاكل متاكل راعسة بقلهم براضي راعسة حتى حقيت قرار قد ما سلوين وكذب الإنسان يعني سنة مرد الإنسان إيران قد يقول لا يمشى المرء إنه إيه دعية تاني إيه سوشل ميديا إيه نغيريس قد يقول سوشل ميديا حقين سوال مرء مريشة يا وحيابك قال لما الصريحة كده سعادة وقال إنه مشاك كتير يا وما تشبه بقوم فهم إذن واحد مقرر مشرت واسكر على الله ينعب أمتا ميتا لأيها واحد إلا أولما لعبد الوزيشن كأ يا أمتا مقرر فإلا رسوله يدوك هل تقول لدي ماشا سيقول اكتلا روح روح وقرر ومالك عاية قوية يدوك يقول رسوله يدوك كل قول قلوب يكرا ضعي كتلا واحد اسكر وقرر يوحي سيقول يا بات المالي قبل على واحد قعدوا بيسوله وانا نظر ان شاء الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم قوله وحن راعي ساكواس قد ما سألوا لها بيقرا حتى وكتب لها ساكواس وايك حتى عطي دمك طريقة كفورة إذن كنت سألسة دي ليسا وطريقة كفورة سا يعني وإن بحنا طريقة سوف يدواء عليها كل مغرور مولع باتباع الغالب نكستور لك أنا بيه الله ربطه والحكومة المية هي كتبه بلغير وضعه سوف أسكنا كل مغلوب مولع باتباع الغالب إذن وحاقوم عليني اللي احنا ما يقول لك الزيكة ايه بقول دوتها إذن تأعدون في يورا وعليه نقوله اللي وليه اللي احنا ما يحقق قرأه إلا اللحين وقع كتاب القرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنا كتاب القرآن كان آياتك أحكامتك عليس حراشي حراتك عليس إيه آيات كوكا كعبا زي إيه كوكا لما إيسو وحاضرات آيات كعبا يكوكا إلا كفا إيسو إنا الوحاتات قرونا إنا كآيات كاسمع عسا كوكا يغفا إيسو ويقولي عقارا كفا إيسو وحين إيه أدوه النفق إنه مجرو إن دين تينا خلاصلين إنا كفا إيسو وحاكا كعبا لكن وحين نسو ببيا إنت حقا نسو ببيا ما كيس من هالجبهة ومن كورها الأمور كأي وصوص علي بقول لي يا أبو سلاس وصوص علي وحيكون سوينا يا هورمون إيو قشن كإيو محافظة جنرال فساد كشقي أنت صلاح باي لكن جنرال علمي كوسا ليس أبدا أنا ضربت ما مستحيل لأن روح على جنات جنرال روح ويا ومسكحنا روح على الرواق إنا كمش بشوحا وكمش بشو
inaad ku fikirto wax wanaagsanada ummada u soo saarto. Tayib, markaasay saxaabadu dhahan oo kuwa aan raacin ku deerayno ma yahuud iyo nasaarba oo yaa kale nabi sallallahu calayhi wasallam waa yahuud iyo kristan kuwaas aad ku deeraysaan daayarteennina halkaasay ku lantay. sidaa darteed sharcigu meelo badan buu noo heegay inaan khilaafno sideedaba yahuud iyo nasaara. nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam nimanka yahuudda iyo nasaara timuhu markay ciroobaan ma bedelaan. khilaafu nabi sallallahu calayhi wasallam waxaan ka yaaba inaad tiraahdo hadii aad umad khilaafti adigu waad ciroobeen ya weli muraadis kuma fiirin waa timuhu waa kuya cadaaday waa maqlay laakiin markaa muraadis ku fiiriyaan aad ogaadeen aan sidaba ciroobeen. markaasaan bedeli doonaa insha allahu tacaala. almuhim waxaa weye nabigu wuxuu yihi khilaafa markay timuhu ay isbadalaan oo cadaadaan nimankaas cillaan ma mariyaan sidaa darteed khilaafa la yidhi. halkaasaa la yidhi meeshaas khilaafa la nagu yidhi ma mariyo baa laga dhig macadin baa laga dhig mugdiin baa laga dhig waa kale iyadu ayib fakhaalifuhum. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ha xidhanina xariirta macnaha waa ragga dharka xariirta ha xidhanina noocyadiisa kala duwan weelasha dahabkana waxaa ku cabina iyo silverka weelashiisa waxaa ku cabina xeerooyinka ama weelasha dahab iyo fada ka samaysanna waxaa ku cunina maxaa waa weelo fiican fa innahaa lahum fi dunyaa walana fi laakhira. adduunyada gaaladaa iska leh oo waxaa isticmaasha dahabka weelashooda inaga laakiin meel kalaa lainoo kadiyo aakhira ah. idan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiistiisa waxaa ka mid ah markuu madiine yimid yaa wuxuu arkay dadka oo ciyaaraya laba maalmood kaasaa wuxuu nabi sallallahu calayhi waali wasalam waa maxay ciyaartana la ciyaaraya kaasale waa ciyaar aan ciyaari jiray islaamka oo weli sii baan u ciyaaraa. nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi waali wasalam kalagu tegin ee waxa uu yidhi ka taga labadan ciyaarood oo waxaad ku ilaahay idinku bedelay wax ka khayr badan oo ah maxaa yahay wax ka khayr badan inagu bedelo ciidahaas عيد الأضحى وعيد الفطر ها هابي باث جاينا ولا نو بدر يا يعني وحيانا على انه سو غري ام على انت حتى عروض ما عبد الله هي وطي دارشه لا غد سو باتي لا يمدغيو ورش انت لا يودي اما كره هو بخير ما مسلمين قاعد تسلسي يا ما انا لا نسو غري كم تا نرو ما قالو لي الهي لما ما مولود كو بدري maalmo ka khayr badan oo ah ciid alaضحa wa ciid alfitr wa ciid oo kale oo idin garanaysa waa loo ahay ma jiraa maalinta jimcaha markii laga reebo ya ciidka waa islaamku uu leeyahay ma garanaysaa hadda ciido badan baa jira dabaaldega mawlidku soo ciid maaha ya xaquuqa imita oo dabaaldega mawlidku ilaa waa loo ciyaara waa farxa waa kan waa kan wax badan baa la sheegaa ficlan. nimanka la yidhaahda cubaydiyiinta ama qardaaxiyiinta oo qornigii afraad jira oo shiica aha oo masar sadhigu ahaa oo masarkooda aan la aqoonin yaa baraadka la yimid tan mawlidka keliyana ma ahayne maamo nabigu mawlid buu ahaa cali mawlid buu ahaa faatima mawlid bay lahayd xuseen mawlid buu ahaa xasan mawlid buu ahaa waa arrin madal laba iyo tobanka bilood barnaamij dhaqaale lagu awloona sabab buu ahaa barnaamij dhaqaale lagu awlo yuu asalku ahaan jiray. markaa diinteena islaamku waxay inabatay keliya laba ciidood oo farxno ah labadaa ciidood xaadiidda nabiga waxaa ka mid a sala allahu calayh waalihi wasalam laa taqruuni kamaa aqrat annasaara ciisa bnu maryam yacnii ha igudbinina xadda addoonnimo een leeyahay oo xad rabbi uusan ii ogolen oo alla gooni ku leeyahay ha igaadhsiinina siday nimankii nasaara oo kasoo kacay ciisa ibnu maryam calayhi salaam alwaligeed ilaah ama wel ilahay weligeed meesha ay gaadhsiinina anugu addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay baan ahaye faquluu cabdullahi wa rasuuluh haddana addoonki ilaahay rasuulka ilaahay macnaa waxa weyaan haa ku dayanina nimankaas iyaga ee kristanka waa tan maadaa inagu soo aadan ogada waxaa la yidhaha crismas-ka inagu soo aadan somaabari dambe soo sidaa maa crismas waa tan uu nabigu inoo diiday inuu leeyahay
لا تطلوني كما أطلت النصارى عيسى بن مريم. يعني عبدي وحيكبحين أدون مرة ولوحي قاسيين حد الألوهية وصدها يلنا سكة استوعوا وحا عيسى مين أيان أرسل أيانا أدنى شيء روحي كيقا يقاطع حتى أتهني ذين روحي كيقا يقاطع جنتي سفتر بكلا سفتر كرا حتى أتهني ذين صاحبنا ما يفرق وحاول ينهب البامات كريسمس كبير كتلا وحبان وقيم وحبان وضي حتى باسي قوات بكرت أو أتهني ذين السو حتى لما بكرت لأنه هو مسألة اللي نودي ليها وها الصمين النبي محمد كله صلى الله عليه وسلم سيد أودي هجر النن إله حق إنسي أدوه ضعيف سينا يحوك قال لما أقول أود بلدي إن أد قال لما دي كد أود بلدي قطور وأخذك فكيف أسعى على قوم كافرين حتى حتى مرعا قرد أنا ذكرين فلا تأسعى على قوم كافرين ما يا نبي عليه الصلاة والسلام هيا نقول ما سيد حتى تهريد أو مدركت أنا سوق بمكان أثر تشبه بالكفار في أعمالهم هذا وقت يسامحه قرر أول سوق سيئنات كدشا قرر أول سوق سيوحيوا كدشا وحكم ده إن دراس الدين وذوبانه في أديان الكفار قرر أول سوق سيئنات كدشا وحكم ده دين تو إلى ترتلنتو أو كنت حملاً طو دين أنشرين روحنا مكا وأخيراً وكده بحوكده سيبت الدين في إسلامك وعلى قرن أنه نوسيبته كده يا شو وحيارها كنت كمتاي إنه روح دين في إسلامك إنتو كسيبته دين لأنا كل عبره إنه كوى عمر يعني وح يهين لبا وحيارها كاتك كده شو حكمده كودا يشهد قرار وحكوه قارن موضعه يكالك عقود يكوه قارن قال تعالتنا والصبر باوعي إيمان كارا إن يرق قلبك شعيل يرق أدقال أقريسه إيمان كارا وضاوعي لقو من أقره هذا آيات قرار قدسه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم هكذا الذين قال إلهي عرضي سورة المجادلة قلتها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إذن قال أخذ توقف ريحي إلى تشعيل كيساء قبل أو أقرا مسألة أثناء ومسألة أخذتها وإيمانك الروحة لا أعلى بأرسينيسا وأنا هو كدكتور هذا كنت أشهد قال هذا عليه من الله ما يستحقون صدع حلقة يرى إن هو أخلاق قال هذا وهم لا ينهي في عنده كأخلاق دكتور أخلاق هذا آخر أرد الناس عليه والروح هنا يبقى للسلا هنا سيء يغرب ما ينقل وكدكتور كدمنا الضلال يقال ما يدرس جهده ودين دعوة كغرى قابو مثلا نبي عليه الصلاة والسلام قوضع واحد دي يعني سيعم قوضع بموضع نوكرين يا شرفة كانت ربين مغزوم لإله دو حد شرق وما يقال طمع شرف لي كان شرف لم يقال ضعيف على قوله شرق والإسلام ساوى غير الجمع دين تا إسلام وما نتغيرها إسلام محروق وقوم موسمي كانوا هو قال إنه من أهل الشرف ترى هيدا كعن إن يقول أو كعن هذا دعوة على كذا صحمه يا نبي يقول ليش كذا أول شيء يا نبي قال تاني قال كذا ولا كذا يا كعن تاني قال هذا من كلام ترى هو صار بيزيد هو حبر حبر رسول الله يا صار الله ترى وصار عارف دين النبي ولده صلى الله عليه وسلم عليه نبي أنتم أقوى هاقي يا رب أتشفى عبد من حدود الله ما هو كأب جاي سحر حدود إله كبدا مركزنا هو خطبة يستغي خطبة يستغي الله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وعين الله وعين الله
لو أن فاطمة بنت معاذ أغلقت يدها نبي تقول سنة وحولي ذلك إذن كوهري وهي على روحة كمدة قوة في عنها الضوء وشرطها كثيرا من الضوء حضوية كتك تشيرين كان مسكين قد روحة لك عنها يكون تشيرين تاسع نهلاتي إذا كنت يشير من مكاس يهضوه ورقه وحي كنت الهلات الدنيا والهلات في الآخرة وكان سنة وحولي قلت إله الله كنت قلتك وانا عند الله فارمة إيانيك قمدة هدو وحضو كعنت ونقل قول لها مني كعنت ونقل قول لها مني كعنت ونقل لها يدو السلام على واحد يبنى طيب رمتي كده يا شرع قاله وحويا وعلى بعض كنت سأسئين الدين تصيب بابا عيسو دين دان إلهي وحفظين سوء وحفظي أبا لكن دفك المسلمين تاك كده يا شرع فرع بانا قاله كده يا ريان وحويا وحيا بعض سيب بابا إنا يبا نبي رحله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون أفرس نبي رحله ومدى الخير كبزو ليسو انت أفرق الدجيان خير كبزو ليسو انت أفرق الدجيان يهود إيا كريستك وأفرق مدى الدجيان معنى ذلك وحويا ومدني حدي وحي حقا كتبتو يغن خير كبزو مدويا إذا وحي كنت خير كوبتا كتا مالك ودرشتا قولي عسكارا طيب وقتها من كل أريهي وعلاوين أن نسوك بوكا وضبو كنتو سيا إن قلال ميلا بضع مجددي كل وحكاة dadkan gabiyo dhawaa aan maraydaysan aad in aad xirtay sharciga uu reeyay madax inay inta intaba qayb laga mariyo qaybna la daayo oo guud yeesho laana nabo uu reeyay intaas yaa ayada in qadaad xirto waa su'aal ma islaam keenay ana baray kulli waxan moodaa أريد أن أكسر بالأوراق القرار الأخير توه اللي لا مايكل جاكسون. وما كده ما مخالف تسكري واسمه دري. أوقات الراء. أو اسمه هتشري. أهلنا وياه قالوا ما قلنا شك ما. نن أهلنا أو ما تسكري جاي أو اسمه دري. يا واحد مدرى رمير تاني يدا ير تاني. إلى عمر يعني البحث هاي. هذا لو حيران جالس ده ما تقرنا. كون قالوا إيه ميرها كرامة وردي وحنا عيران ليلة هدو فوقمك بلان الله كان معرك دات كاسا لقود إيه تيمم ككرة دوان إيه لكرة تاقيرو ومراهي كتوس ويسا يعني كدهيش دقالة مسألة أسنا ومسألة حالة ما شاء الله وقلت وحكم دو حيالها قالة لقد دايدو إيه ريالان هدو صوبتي إيه أصل كوا فساد كي الزينادة waad garanaysaan xiyaabaha hadda lagu raado ama midiya la isku weydarsado ninkii midiyaha calaqada uu faaraya dhalinyartan aad u roo qaban hooyay ku caga yaabaa in lugadan social media lagu hadlayo inay u malaysa caadi loo sheekaysanayo iyadoo hooyadii ma ag fadhiyo in shukaasi lagu jiro yaa war hadaa feeran macaane xaqaakii sortusay يا حقوق معانا ذي وهو طفل أو الزناء يا هذا فساد وصيب وصيب لولا نوع تيا يوتيوبر أو هو إلى روح تجارين إن كسور يقول أستعين ما جالس فوق وطقانا قال ما حد شايل إسا تعال كي أنت شو تعال كي أنت قتل سواس ما يصدق سنة ولا شيء سنة ها هي نمر جزء كير يا تعايت ما يصير وين عليهم ما حد سأعيد لك كم ما حد أنت إيه اللي قلته سي أو روحه يعني وحوي خيره الدنيا إنك عايز خيره الدنيا ورنا يا خيره يدنيا يعني وحوي فساد ومشوا بعد واحد طير جدا تعال كي قال تجارب أي تعال هذا تعال كسيدي سووه بالله ما كي يقول أروح ما هو يبتل شحال كم بنتا بروباغندا ميديا فيسبوك يوتيوب انستغرام تيك توك
التليجرام كا روح على سجائر ما وبين هوا الأرض يسا سيدو هذا الموضوع هو قاضي سو يروحنا هوا قاضي سا حويا ما كان يلا وش يلا صار شيء وانا هاي قريري هذا هذا كم تلو وانا ما قريرين وانا ما قريرين حمونا هاي قريري ويلا يلا وقعد يلا my heart is static وانا هاي هو هذا كنا له هو قرأ مايا what is that yeah حقيقة كنا واحد يعني كل واحد يقول لي أمي يا رجل أصلا ما لنا هنا البحر من شرطه أري هذا الآن ده استمر حبيبي صح وأري أنا هواي لكن حبيبي وعندو في عن تروح عند رشة ولا إنسان ناتلاه تروح عند رشة يبغوش صوت الإنسان يا أري وأقوى أقوى لكن من أجنبي كا أنا قبل أجنبي كا وياهم بيو كل هنا يا إلى نوبوتا كان نويرا نوصي تركيا نوصي وحيرة إن أقوم على سال إن دبي هين وإلى وشيل ما حرام إن وصوت عام صح ما وإليرا قالوا لي قد إذا نكنا في وقت الغد ماضي وحكم إذا إليرا أردو استمع هذا البنك الزينة ده نوفر ما يا بيبي 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 صو مرتين قدر بس عنك يا أطر الله بي أنت رزقين نموه لو كان لام بيبي طويل على ذا تقول إنه عفوا تجرى بيبي بس حيوان غريبة يا حيوان اللي قوته ما هو المعلم وقت يقول ده ماري حيوان هو جد اللي قالوا حكم ده على سيرة على سيرة ما تطين قبل ما يجي وعلى سيرة كرو هذا إمرة يا لولا والاسقاوية يا صدى شندر ومركناع على وراء يا أفر ولدي وواتك يا مركاسا والسوريتين كاسا أنا أخلاق ما ماشي لقاني كيف يتقشن بعض الاسوق القرين حشور في أول الحياة من الإيمان الإيمان والحياة وقلنا إذا رفع عدو ورفع الآخر حشور في إيه إيمانك وما روي لأمدك وقلنا كل يرمتكنا ولا كل يرين لكن حقيقة لا سبب هذا المرض عما تقالنا كل شاب وقفوت الإنسداد دي إسكوتلان وذلك الإلهه بقرد دي يحدث ما كنت أمانا ناك وراء فكتوريا وعجري ياسي أسبوليسي ما شبك إنه وحفظه وناك إنجليس هو قال لكن ما حالي وحين تري مكاس وإني وقفت نقول تسعين ذلك لآكوها تبريهين آكوها تبريهين ثلاثة كنت سيسي غير نمر كنت سيسي كوة دين بأرض كوكاية أو دين إنسان يا مريع عادي إيو مريع محاوتي اللي لهدي إيو وعارفان كلمة ما توسر رسول إيش كاسا ما توقن أخلاق وما أعوذي ببناك لكينا يا مجالة لنا وقتها من دموية كسوة بضاطي وعلى الوحي ويهينا أما قال إيبورو سعطري إلهي ومبارك عن هداد كوة تبعد عروس كاية والله نقول لها سبركة كوية لأن أنت قبصي حكم ده وحيارة عجيب كان وفرقش على السوق اللي يسيان يا أو فرقش هذا من مهيب الله ها كان هذا اسكو مجلس انت فرقش كان مهيب هو مبا هذا مدريك كان او قعدت قول قوديني سرقا قوديني خلاص قعدنا لقل موطق انا هو بيدي حدا فرقاس هذا قل سوق الموطق انا وإني قعدت هاسي قلبه اسكو مجلس حيث اسكو حراجتنا وإني وشعيب وزيد دائمه معناها اسكوطا أصل كان كنسب بقصب الله تعريض في الكش بس كنسب يقيم وحكي بدأ قبل أنه وقبل أبو سمية وقمت يعطي وقت يسامح لها إلى كون يتربى وقبل أنه أبو سمية ومجرد قهوة على قد هذا ومال إسلام قصر على طوء صلى الله عليه وسلم ويرشي إننا وقت ينسامحنا إلى لبي الله تقبل ما يحدث سمية وقال قد هذا ما ترى يومه كل هذا مسكوس وضوه التشبه بالكفار شرعا ربنا نكي بما يسترى وعلي رسول في سوى حرام يرين يا بما يستطي وعلاه يا رسول في سوى حرام يرين أفوزك بما يسترى مشررات وحبات جدي يستطي وحنا قليسا عن الله شركاء وشرعه لهم من الدين ما لم يأذن به الله شريك بدلاء سكرت ند بدلاء سكرت إله يسكتات إذا محمد الله ومالك يسوى كبيرين يا الله إذا مرك فيه قال الرسول كيسيو البحر ما معه
gaalada isagoo keensiiyo aqoon ma aha. Haddaan wax kaga dayanayno aan kaga dayanno halabuurka ay leeyihiin wax soo saarka ah kulligan sidaan u dhaahnaa mustahilkiin baa lahay ardaroodii hal intaa jamiyaan leeda wax soo saara maya abada maya dhaqaalaha maban wuxuu ku jiraa oo gelinay baalkaasaa gelinay kulligii dhaqaalaha maban ya m b e soo gelayo dhaatada ayga dhamaatee safarkoo imise lacagna qaataan umaaysa bal haddii la xisaabi lahaa yacni waxa weeyaan insaaqoo waa inaad kaga dayto wax wanaagsan u leeyahay wax inaad kaga dayto ma aha haddana miidiyahan socdo social mediahan socda khatartiisu aad bay u badan tahay waad arkayseen naag baa hays u qaadaysa oo soomaaliya markaasa waxaa la leeyahy waa dhulkaa kacdoo millions baa daawaday nimaaradu waxaa u kala kacay ya fulan baa ugaa o millions baa daawatay anaa xeer goolka mylefkada waxaana gelanayn balaayo baas kaasa waxaa gelaya malaayiin baa gelaysa maxay ka faa'iidayaan salaada iyaduba laga yaaba inay waqti dheer a iska afa meel degan aan ahayn hadal aan qiimo lahan laysa masaxna ugu foosada nimacajooka iyo daahir cali sow iyo dabuba ashada hainahagada ya katan ayuun iyo shiido colow iyo fulan iyo farxekoyari iyo balaayadan awalnaysa hegtaba dadka inaga ee na hogaamiya waa dad anwaa islahayn runtii miisaan islaam baa la saari karaa ismeelka shaksiyada waxaana leeyahay ummadda loo helaa fiala ya balwaan in layaa dadka isku dira jira oo umaray ugu sheegaya inuu hor yahay waraa laga digtoonaada waxyaabahaas waxyaaba iyo nahargeetanoo waxa inahagay ina horumarnay ee lanigeli waa kitaab iyo sunna oo kala sheegle kuwa aan kala sheegle ilahay aan ugu casaro waxaan samayna noodadan allah aan amarkiisa ku qaadano rasuulkana aan kaga dayno salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxaabadii qiimaha badnaed iyo cidhihii saxaabadkii oo wanaagsanaada dasha imaan badnaan kuwa ninkii ku daydo maabay gaal ninkii ku daydo maabay ku dhaxsiinayaan rasuul iyo saxaabadii ninki ku daydo janna ku dhaxsiinayaan naga rabaa laaado halkeed ku dhaliyo jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu